في الأعوام السابقة انتشرت بعض الأمراض الانتقالية من الحيوان إلى الإنسان، وعملت مسبباتها على تطوير نفسها، وبذلك تؤدي إلى خطورة على حياة تلك الكائنات، مما عنا الجهات المختصة بالعمل على الحد من تلك الأمراض. إذ أقامت دائرة البيطرة وبالتعاون مع جمعية منتجي الدواجن وبرعاية العتبة العباسية المقدسة ورشة عمل حول وبائية الأمراض في العراق وطرق السيطرة عليها، وسط حضور كبير من الأساتذة والأطباء البيطريين من مختلف المحافظات العراقية. اليوم احنا نتواجد هنا بهذا المؤتمر وتحت رعاية العتبة العباسية المكرمة المشرفة ان نلتقي من جميع انحاء العراق اليوم الموجودين هنا من جميع من البصرة ومن الموصل ومن الجنوب ومن الوسط وحدود 14 محافظة عراقية، مدراء المستشفيات والبابائيات اليوم حاضرين لكي نقيم مؤتمرنا تحت رعاية العتبة العباسية المكرمة والمشرفة. تناولنا الآن الأمراض المهمة والخطرة اللي تؤثر على الاقتصاد العراقي. برعاية العتبة العباسية المقدسة قامت دائرة البيطرة بعقد مؤتمرها العلمي الذي تضمن طرق السيطرة على الأمراض الوبائية الشائعة وبعض الأمراض الانتقالية بحضور عدد كبير من الأطباء البيطريين من جميع المحافظات. تعتبر هذه الخطوة هي بادرة جديدة للسيطرة على الأمراض وكذلك حماية الثروة الحيوانية التي تعتبر اقتصاد كبير من اقتصاد البلد. ورشة عملية أقيمت على قاعة الإمام الحسن عليه السلام للمؤتمرات في الصحن العباسي الشريف، تخللها جلسات بحثية صباحية ومسائية ضمت عددا من البحوث العلمية لأساتذة مختصين، تضمنت بيان الأمراض الوبائية التي تنتقل من الحيوان إلى الإنسان وطرق الوقاية منها والسيطرة على الكائنات السليمة التي لم تصب بتلك الأمراض من خلال عزلها واتباع طرق السلامة الصحية. طبعا هذا المؤتمر تناول بحوث، هذا البحوث رصينة تم التداول بها في مؤتمرات عالمية وبحضور أطباء بيطريين أخصائي ومستشارين في سبيل مناقشة الكثير من الأمراض الوبائية التي ظهرت في العراق في الآونة الأخيرة وكيفية السيطرة عليها، بالإضافة إلى خطط دائرة البيطرة حول حملة التلقيحات المجانية التي تقدمها للمربين وفق خطة استراتيجية موضوعة مسبقا ذات منظور بعيد. طبعا هذه الحملات هي بإشراك الكادر البيطري، ونخص بالذكر منها الحمى القلاعية، التسمم معوي، وجدر الأغنام، وطعام المشترات الصغيرة، وغيرها من الحملات التي تقوم بها دائرة البيطرة. في بداية الأمر أحب أن أشكر العتبة العباسية على حسن الضيافة لاستضافة هذا المؤتمر اللي يمثل أهمية كبيرة في مجال الاقتصاد الوطني من خلال الحفاظ على الحيوانات والثروة الحيوانية، وهذه بادرة ممتازة نتمنى أن تتكرر وإلها دور كبير في التعريف بالأمراض الوبائية اللي تصيب العراق وطرق دائرة البيطرة في السيطرة عليها. كانت محاضرتي حول موضوع برنامج العالمي للإبلاغ عن الأمراض الحيوانية اللي هو يختصر بواهيس WHIIS اللي هو برنامج المعلومات لصحة الحيوان العالمي. لنا محاضرة بعنوان دراسة وبائية حول التهاب الجلد العقدي في العراق. حقيقة هذا المرض سجل في العراق في عام 2013، انتقل لنا من خلال الأقليم عن طريق تركيا وعن طريق الأقليم إلى الموصل ثم بغداد ثم انتشر المرض، وكانت لدائرة البيطرة برامج السيطرة على المرض عن طريق رفع التقارير وإرسال النماذج إلى المختبرات وتشخيص المرض، ومن ثم بدأ السيطرة على المرض بواسطة تلقيح الحيوانات السليمة وكذلك رش المبيدات الحشرية لأنه المرض ينتقل عن طريق الحشرات. خطوة أخرى تخطيها العتبة العباسية المقدسة بمبادراتها التي تصب في خدمة المجتمع من خلال الحفاظ على صحة الإنسان من الأمراض الوبائية، وسعيا منها بمساهمتها بالحفاظ على الثروة الحيوانية التي تعد أحد أهم الركائز المهمة في اقتصاد البلد. لذلك رعت العتبة المطهرة ورشة العمل التي تقيمها دائرة البيطرة للسيطرة على الأمراض الوبائية التي تصيب الإنسان والحيوان في العراق.